أكثر من 5000 متفرج يمثلون جميع طبقات المجتمع يتوافدون على قلعة صلاح الدين الأثرية يومياً، حيث انطلقت فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء. مهرجان القلعة تنظمه دار الأوبرا المصرية سنوياً بهدف نشر الفن والثقافة وبأسعار رمزية. جديد هذا العام حصول المهرجان على الشارة الدولية، حيث شاركت 7 دول عربية وأجنبية في حفلات المهرجان. وده كان حلم، والأخيرا الحمد لله انه اتحقق، انه اصبح النهارده مهرجان القلعه بقى مهرجان دولي بمشاركه 7 دول الحقيقه. وباذن الله السنه الجايه هيكون في عدد اكبر، ويعني اكيد شكل المهرجان احنا بنطور فيه كل سنه. حفلات المهرجان التي تستمر 2 أسبوع شملت حفلات لفرق شبابيه واخرى لنجوم الطرب العربي، من بينهم المطرب السوري مجد القاسم، والمصرية نسمة محجوب. من المهرجانات اللي بتدي فرصة لأكبر عدد ممكن من الناس انها تيجي لرخص تذكرته، فطبعا في ناس كتيرة جدا ممكن تبقى بتستنى المهرجان ده من السنة للسنة. المهرجان القلعة لا يقل بأي حال من الأحوال عن المهرجانات العربية الكبيرة زي قرطاج، زي جرش، يعني زي موازين. كرم المهرجان بعض فناني الطرب والموسيقى، منهم مثلا المطربان هاني شاكر ومدحت صالح. ويأمل القائمون على الثقافة في مصر أن تتسع دائرة المشاركة الدولية في هذا المهرجان العام المقبل، حتى يتعرف أكبر عدد من الجمهور على فنون عالمية. سمر بشات، العربية، القاهرة.